بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور كلها أمين. اليوم هو الحد الأول من الصوم المقدس الكبير. النهاردة الكنيسة، من بكرة بإذن الله الكنيسة 40 يوم لغاية جمعة ختام الصوم، 40 يوم بالضبط من بكرة لغاية جمعة ختام الصوم. الحد الأول اللي هو النهاردة اللي هو بنسميه حد الكنوز أو حد الملكوت، حد الكنوز أو حد الملكوت. حد الكنوز لأن في إنجيل القداس النهاردة معلمنا ماري متى بيقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. حد الملكوت لأن بيقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. حد الكنوز أو حد الملكوت. في الإنجيل بتاع النهاردة الكنيسة برتبت أول حد يكون بعد حد الرفاع يكون حد الكنوز أو حد الملكوت. بنشوف الكنيسة بتلفت نظرنا لحاجة مهمة خالص، بتلفت نظرنا لحاجة عن الأرضيات وتعلق الإنسان بالأرضيات، وبتقول لنا احذروا من تعلق الإنسان بالأرضيات، وبتلفت نظرنا للسماويات وبتقول لنا يكون نظرنا دايما في السماء، كل الكنوز بتاعتنا في السماء. فالنهاردة بنشوف أول وصية بيقدمها لنا السيد المسيح في إنجيل النهاردة، بيقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدى. حيث يفسد السوس والصدى. السوس والصدى بياكل في الحاجة تدريجيا لغاية ما بتخلص. يعني الكنز اللي على الأرض ممكن تدريجيا يخلص. وحيث ينقب السارقون ويسرقون. السارق بيجي ياخد كل حاجة مرة واحدة وبتخلص. يعني ممكن الحاجة ديت اللي على الأرض، الكنز اللي على الأرض دوت يضيع مرة واحدة. يعني ممكن يضيع بالتدريج حيث يفسد السوس والصدى، وممكن يضيع مرة واحدة يجي السارق ياخده. ده الكنز اللي على الأرض. لكن في أخطار للإنسان اللي بيتعلق بالأرضيات ويكنز في الأرض. بيقول لنا كده في رسالة معلمنا بولس الرسول لتيميثاوس، تلميذه تيميثاوس الرسالة الأولى، بيقول فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب اللي هو الفساد والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور. معلمنا بولس الرسول بيحذر تلميذه تيميثاوس عن هذا التعلق الأرضي، عن محبة المال اللي هي هتكون أصل لكل الشرور. بيحذره بيقول له لو كان فكرك كله على الأرض، فكرك كله في اقتناء مقتنيات على الأرض، فاعرف ان دوت هيكون أصل لكل الشرور. يعني هتبتدي بعد كده تبتدي تحب حاجة تانية، تبتدي تشتهي شهوة تانية، وهكذا زي ما يقول معلمنا بولس في تجربة فخ شهوات كثيرة غبية ومضرة، هتبتدي بعد كده كل الأضرار تيجي بعد كده. برضو خطر تاني بيقول لنا عليه بولس الرسول في رسالته للعبرانيين عن تعلق الإنسان بالأرضيات ومحبة المال، بيقول لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. عدم التعلق بالمال وعدم الحصول على المال بأي طرق مشروع بأي طرق غير مشروع، نعتمد على الله حتى لو الدنيا زنقت خالص، حتى بيقول لا أهملك ولا أتركك، لا أهملك ولا أتركك. برضو من مخاطر التعلق بالأرضيات معلمنا يعقوب في الأصحاح الخامس بيقول هلما الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة. ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة. ايه هي شقاوتكم القادمة؟ معلمنا يعقوب بيقول العذاب الابدي اللي جاي، ابكوا لان غناكم قد تهرى يعني تبدد، وثيابكم قد اكلها العث. العث اللي هي الحشرة اللي هي العتة اللي هي الحشرة اللي بتاكل الملابس. ذهبكم وفضتكم قد صدأ وصداهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم كنار. معلمنا
يعقوب بيقول قد كنستم في الأيام الأخيرة. يعني الإنسان اللي بيكنز على الأرض بكل ما فيها، اللي هياكله العث، اللي هي الغنى، اللي هيتهرأ الذهب والفضة، اللي هتصدق بكل اللي فيه، اللي هينتهي دوت بنكنس بيه في الأيام الأخيرة. معلمنا يعقوب النهاردة برضو بيقول، بيدعو لكل الناس اللي تهتم بالأرض واللي تهتم بالغنى على الأرض إن هم أن يبكوا مولولين على شقواتهم القادمة. أخطار بيحذرنا فيها الإنجيل عن الكنوز على الأرض، وفي نفس الوقت بيرفع ربنا نظرنا للسماء وبيقول لنا إن وصيته كلها سماوية عن كنوز في السماء. ده عن الكنوز على الأرض، الكنوز اللي في الأرض، الكنوز اللي في السماء. السيد المسيح في مرة جاله الشاب الغني وقال له، كان عنده استعداد ان هو يصير لي تلميذ، وجي وقال له ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لتكون لي الحياة الابدية؟ السيد المسيح قال له ايه؟ احفظ الوصايا. قال له اية وصايا؟ السيد المسيح قال له لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم اباك وامك واحب قريبك كنفسك. راح الشاب الغني قال له ايه؟ هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ حفظ كل الوصايا، ايه اللي ناقصني عشان ارث الحياة الابدية؟ السيد المسيح قال له ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبع املاكك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء. يعني الشاب الغني ده كان تعلقه بالارض واضح جدا، حفظ كل الوصايا وكان خلاص قرب ان هو يبقى تلميذ زي اي تلميذ من تلاميذ السيد المسيح اللي قال له تعالى اتبعني، راح تبعه. خلاص كانت على اخر خطوة، اخر خطوة اللي وقفه عن ان هو يبقى تلميذ كان تعلقه بالارض. الشاب الغني ده كان متعلق بالارضيات، كانت مشكلته ان هو عنده املاك على الارض. مش بس عنده أملاك على الأرض، ما هو في ناس كتير عندها أملاك على الأرض لكن بتصنع أعمال رحمة، لكن هو كان كل شغل الشاغل في أملاكه اللي على الأرض، كل شغل الشاغل ومحبته على الأرض ومقتنياته على الأرض. حاجة تانية برضو بيقولها لنا السيد المسيح لما وصى أولاده وبيقول للقطيع الصغير، بيقول لهم اعملوا لكم اكياسا لا تفنى وكنزا لا ينقض في السماوات حيث لا يقرب سارق ولا يبلى سوس، لئلا كنزكم هناك يكون، لانه حيث يكون هناك كنزكم يكون قلبكم ايضا. بيعوا ما لكم واعطوا صدقة، يعني بيعوا، تخلصوا كل ما تتعلقوا به من ارضيات او ماديات على الارض. مش بيعوا يعني نبيع كل بيوتنا ونبيع كل اللي لينا وكل ممتلكاتنا، لا، لو كانت الممتلكات ديت او كان نظري على الارض والماديات ديت على الارض اللي انا بتعلق بيها، لو كانت كل هذه الماديات اللي على الارض مش مخلياني ابص للسماء، اترك هذه الماديات، تخلص من كل هذه الماديات. لو كان قلبي متعلق بماديات على الأرض، خلي قلبك يترك كل هذه الأرضيات. واصنعوا لكم أكياسا لا تفنى، أكياسا لا تبلى. يعني خلينا نركز في الكنز السماوي. السيد المسيح بيوجه نظر تلاميذه إزاي يستعدوا للملكوت. عشان تستعد للملكوت، لو في حاجة على الأرض شدك، أي تعلق مادي شدك، فتخلص منه وتعالى عشان خاطر تشوف ايه الكنز اللي احنا ممكن نعمله في السماء. معلمنا بولس الرسول برضو عن الكنوز في السماء بيقول ايه؟ بيقول اوصي الاغنياء في الظهر الحاضر ان لا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى، يعني لا يتكلوا على اموالهم، بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع وان يصنعوا صلاحا. ده بقى الكنز اللي في السماء، وان يكونوا اغنياء في اعمال صالحه. دي ده اللي احنا نقدر نكنس بيه في السماء، كلها اعمال صالحه. وان يكونوا اسخياء في العطاء، ده برضو لينا كنز في السماء، كرماء في التوزيع، مدخرين لانفسهم اساسا حسنا لكي يمسكوا بالحياه الابديه.
كل دوت بيقول لنا معلمنا بولس الرسول يعني ليكم انتم الاغنياء في الدهر الحاضر ليكم ان لا تستكبروا، لكن من كونش تعلقنا بالارضيات، لكن عشان نكنس في السماء نعمل كل هذه الاعمال الصالحة اعمال الرحمة. يعني كل الوصايا اللي بوصها لنا السيد المسيح عشان نرث ملكوت السماوات، عشان يكون نظرنا في ملكوت السماوات وتعلقنا يكون دايما بالسماء، ان احنا لو في حاجة شدانا على الارض، اي تعلق مادي على الارض المفروض نتخلص منه عشان خاطر نقدر نبص في السماء. وزي ما بيعلمنا كده السيد المسيح بيقول لنا بنفس الطريقة ديت، زي ما بيورينا وبيقول لنا يعني ادي الكنز اللي على الارض شكله ايه، وادي الكنز اللي في السماء شكله ايه، حياة ابدية وملكوت. بيقول لنا كمان ان في حاجة ممكن تمنعنا من احنا نبص على هذا الكنز اللي في السماء، او في حاجة ممكن تقف قدامنا وتخلينا ما نقدرش نبص على هذا الكنز وتخلينا دايما نرتبط بالارضيات. ايه هي الحاجة ديت؟ قالهالنا النهاردة بيقول سراج الجسد هو العين. سراج الجسد هو العين، يعني هل هي العين اللي ممكن تمنعني من اني انا ابص في السمائيات، او تمنعني او تخليني ارتبط بالارضيات؟ فان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. يعني العين، عين الداخلية، عين القلب، العين اللي هي البصيرة الداخلية اللي بيها الإنسان ممكن يحول جسده كله، يتحول كل الإنسان يا إما أرضي يتعلق بالأرضيات، يا إما سماوي يتعلق بالسماويات. يعني القلب أو البصيرة الداخلية ديت، محبة القلب يحب الماديات، ممكن يوجه الإنسان كله. يعني زي ما بيقول لنا عن الكنوز على الأرض والكنوز اللي في السماء، بيقول لنا برضو بس خلي بالك انت ممكن تكون عارف، لكن ممكن يكون في مشكلة في العين الداخلية ديت، في البصيرة الداخلية. ممكن يكون عينك بسيطة، ففي الحالة ديت جسدك كله سيكون نيرا، وممكن تكون عينك شريرة هي اللي منعاك من انك تتخلص من اي شيء ارضي او تبص على السمائيات. في الحالة دي هيكون جسدك كله مظلما. القديس يوحنا ذهبي الفم قال عن العين ديت ان هي قائد، قائد حرب. لو جه القائد دوت سقط اسير، هل الجنود هيفرحوا بالغنايم او بالذهب او بالحاجات اللي اخدوها في الحرب؟ بالطبع لا. لو جت العين ديت فسدت وبقت شريرة، هل الجسد هيستفيد باي حاجة اخدها؟ طبعا لا. وبيقول برضو عن العين ان هي ربان سفينة، ربان سفينة. لو جه الربان دوت سفينة مليانة كلها خيارات ومليانة كلها حاجات، وجه هذا الربان وابتدى يغرق، هل هيفيده الخيارات كلها اللي اخدها في السفينة ديت؟ طبعا لا. فبيقول ان العين، العين البسيطة ممكن تحول الانسان لانسان يكون بصيرة، ذو بصيرة روحية يتعلق بالروحيات، وممكن تكون عين شريرة يخلي الإنسان هي تقود كل الإنسان تغرقه فيغرق الإنسان. جه القديس أغسطينوس وقال عن العين البسيطة اللي هي نية القلب الداخلي، بيقول إيه؟ بيقول إن جميع أفعالنا تكون نقية ومرضية في نظر الله إن صنعناها بقلب بسيط، أي إن كان هدفنا فيها سماويًا. إن كان هدفنا فيها سماويا، لو عملنا أعمالنا كلها بمحبة والهدف بتاعها سماوي، وكانت كل الغرض بتاعها نقي ومرضي أمام الله، يكون فيها هدفنا سماوي، في الحالة دي هنكون دايما متطلعين في السماء. برضو الأنبا موسى بيقول عن العين البسيطة اللي هي روح التمييز والحكمة، بيقول لو كانت عين الإنسان شريرة أو غير محصنة بصوت الحكمة والمعرفة مخدوعة ببعض الأخطاء، فإنها تجعل الجسد كله مظلما. يعني لو كان هدفي في أي عمل، ممكن يكون هدف حتى لو أنا بعمل العمل دوت خير، لكن الهدف دوت ممكن يكون مش هدف
صالح أو مرضي لله في الحالة دي الإنسان ممكن يخسر كل جسده ويخسر نفسه. العين كما إن العين ممكن تكون القلب أو ممكن يكون العين عين مركبة أو عين تكون مش عين بسيطة، يعني ممكن تكون عين القلب ديت مش بسيطة، عين معقدة أو عين مركبة. يعني بيقول عنها قديس فليكسيانوس إن هي ممكن لو ما كانتش عين بسيطة وكانت عين معقدة هيكون ليها النظر في اتجاهين، مش النظر في اتجاه واحد، هيكون ليها النظر في اتجاهين. وفي الحالة دي زي ما بيقول لنا النهاردة الإنجيل عن خدمة سيدين الله والمال، فدوت برضو الإنسان هيفسد نفسه. هكذا بيورينا إنجيل النهاردة إن الكنوز اللي على الأرض بتفسد وتصدأ وممكن السارق ياخدها تنتهي مرة واحدة، والكنوز اللي في السماء لازم يكون نظرنا دايما في السماء، تكون كنوزنا كلها أعمال صالحة وأعمال رحمة، هي ديت اللي بنكنس فيها للسماء. لو ما أدركناش كده يبقى نخلي بالنا في عيننا ونبص على قلبنا، قلبنا الداخلي، بصيرتنا الداخلية، لألا تكون بصيرتنا الداخلية ديت شريرة، في الحالة دي هتحول الجسد كله شرير. ونركز انها تكون هذه العين بسيطة فتظهر الجسد كله بسيطة. الله يعطينا ان احنا في اول حد في احد الصوم الكبير ان احنا نرتفع بعيون قلوبنا الداخلية من محبة الارضيات، من محبة المال، من محبة المقتنيات، نرتفع لمحبة السماويات، اعمال الرحمة، مساعدة الفقراء ومساعدة الآخرين، لنكنز في السماء. يعطينا النهاردة في أول حد في الصوم الكبير أول خطوة أن نوجه نظرنا للسماء بدل ما نظرنا يكون على الأرض، وندرك تماما أن كل خطوة وكل حد وكل فترة في الصوم الكبير بنشبع فيها روحيا في هذا الصوم، نخلي أول خطوة اللي هي يكون نظرنا دايما للسماء. وربنا يعطينا صوم مبارك مثمر، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.